طبعا المنام تعاني والاهالي يعانون ومنتخب البحرين يعاني. معالي الرئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار طبعا مر على المرسوم اللي قدامنا اليوم حماية الآثار 25 سنة، وهذه مؤشر جيد ان احنا نناقشه علشان نوافق عليه ويروح. المشكلة ما فيها لا يوجد اي تنسيق ما بين هيئة الآثار وما بين الوزارات او الهيئات الاخرى. احنا تكلمنا في المرسوم السابق اللي في ناقشناه في الاسبوع اللي راح ان ضم هيئه الثقافه والاثار الى السياحه لانها هي ملتصق واحد، وهذه رافد من روافد الماليه اللي بيدخل على الميزانيه العامه للدوله. المشكله ما فيها الله يرحم رئيس الوزراء السابق يمكننا نروح نشتكي عنده ونقول له ان الاثار سوت بلوك على المجمعات كلها، يقول هاي الاثار اذا شافوا حصى قالوا هذه اثار. فاحنا في المنامه معالي الرئيس نعاني، بيوت عائله للسقوط. اذا ييك اختار من البلديه، هذه بلديه وزاره معترف فيها وزاره حكوميه، شو تقول الوزاره؟ تقول في الاختار قانون تنظيم المباني مهجور وآل للسقوط وحالة الإنشائية ضعيفة ويمثل خطورة على المارة والممتلكات، وعليه يتوجب هدم المبنى فورا، وفي حال عدم قيامكم بذلك سوف يعطونهم مخالفات. هذه مخالفة، عطوهم مخالفتين، هاي مخالفة هذه مخالفة. الحين هذا البيت آل للسقوط وتأتي هيئة الآثار وذي تقول هذه أحد المباني التراثية. هذه في مهندس اسمه عنده ماريو والموظفة المسؤولة هي فاطمة عبد علي سلمى أكاب، يقول لك هذه الحين احنا نصدق من هذه وزارات حكومية، هذه الموظفين اللي موجودين اللي أصدروا ذي الرسائل معالي الرئيس. هذه الرسالة تقول لك البيت آل للسقوط وهدمه فورا، يشكل خطر على المارة، وهذا يقول لك انه هو من احد المباني التراثيه. احنا يلا فتشك قل لي هذه هيئه حكوميه وهذه وزاره حكوميه، وهذه انذارات عطوهم، هذه المبنى عماره في شارع المتنبي في وسط المنامه معالي الرئيس. ناتي حق مبنى تساقط على السيايير اكاب منشور أكا، يقول لك هذا المبنى تساقط أجزاء قديمة في النعيم وتضرر بعض السيارات، قاموا احجزوا على هاي 5 سنوات معطل،